اهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من الملعب. ضيوفنا اليوم حمد الغامدي وسامي اليوسف مع حفظ الالقاب. ندخل الان في تفاصيل مباريات اليوم. ثلاث مباريات اقيمت في دوري زين وهي ما تبقى من الجوله الرابعه، نتائجها ونتائج ايضا مباريات الامس نتابعها وقد جاءت على النحو التالي. الهلال تعادل مع الاتفاق، هذه مباريات الامس. الاتحاد والفيصلي تعادل ايضا. الشعلة خسر من نجران بخمس اهداف، التعاون خسر من النصر بهدفين. مباريات اليوم، الاهلي تعادل مع هجر على ارضه وبين جماهيره، اما الشباب فقد قلب النتيجه على الوحده بخمسه اهداف مقابل هدفين. الفتح يواصل التالق ويتقدم يفوز بهدفين مقابل هدف على الرائد. هذه نتائج المباريات. نبدا اولا بالحديث عن مباراه الوحده والشباب. الشباب اليوم يواصل الحفاظ على الرقم القياسي خلال هذا بعد فوزه في هذه المباراه، وبالتاكيد الرقم يسجل ايضا ويستمر في خزينه الشباب. يقلب النتيجه على الوحده بخمسه اهداف مقابل هدفين اهداف المباراه. ربما اشاره من هنا وهناك، بينما الفريق الشبابي يتلقى الإشارة الحقيقية من حكم المباراة عباس إبراهيم في انطلاقة مباراة ومنافسات المنافسة التي تحضر ما بين الفريق الشبابي والفريق الوحداوي. كل أبناء مكة مع سرعة الانطلاقة مع سرعة التمرير، ما فيها شيء ما فيها شيء ما فيها شيء، بأحلى تمرير وبأحلى لبس أحمد محمد بشير يسجل أول أهداف الفريق الوحداوي في لحظة الحديث عن الأسماء الشبابية. هذا الأمر المميز الذي يجعل من هذا اللاعب السوداني مكسب حقيقي لنادي الوحدة ولإدارة الفريق الوحداوي والأجهزة الفنية الوحداوية والشباب مع فرحة هنا. جول جول لمصلحة الشباب في لحظة الحديث عن المرتدات وفي لحظة الحديث عن غياب مارسيلو كاماتشو. البرازيلي من جديد بالقدم اليمنى، عطيف مرة أخرى، البحث عن حسن معاذ، يبحث عن تسديد، يبحث عن فرصة. الله الله، رمية جانبية، تلعب الرمية الجانبية سريعا لمصلحة الشباب. الشباب يسيطر على أمور المباراة مع العشر الدقائق الأخيرة، مع العشر الدقائق التي مضت. سيباستيو، الله 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 الله، كمارسيلو كاماتشو لا تحضر في هذه الأمسية. خطأ يلعب بشكل سريع أمامية، سيباستياتي قال إلى ناصر الشبراني، كول، هدف ثاني لوليد عبد الله، كرة في عرضه لكن مع صافرة لإعادة ركلة الجزاء. ميشيل برودوم يجلس هنا في ملعب الشرائع متابعا مشاهدا، فرحة وحداوية لهدف ثاني يحضر في ملعب الشرائع. خطأ لمصلحة الفريق الشبابي، تلعب سريعة. الله رضاكم رضاكم مرضاكم وارضى خواطركم، ما تزعلوا ما تعاتبوا، سجل جول اول وسجل جول ثاني، فرحوا يا جماعه. هذا الحكم الذي يستمر في المعادله التي تقول الشباب لا يخسر مع عباس ابراهيم للمره الخامسه في تاريخ مشوار هذا الحكم. الف مبروك للشباب، حظ اوفر للوحده. بالتاكيد الشباب يواصل الحفاظ على رقمه، 34 مباراه حتى الان لم يخسر في الدوري، بالتاكيد رقم سنحتفل به ان شاء الله في هذه الحلقه، ويستحق بذلك الشباب هذا الحضور الممتع. نتابع الان رده الفعل بعد المباراه.
والله في الحقيقه فعلا الشوط الاول ادينا مباراه يعني شوط جميل حركه، وكنا بنقرب لبعض بنلعب قريب من بعض، ما عارف غايته الحاصل شنو. بس الشوط الثاني فجاه كده الناس زي حصل عدم تركيز، ما عارف بالضبط الحصل شنو، بس فجاه ضيعنا فرصتين، جبنا قصادهم طوال جونين والماتش اتفتح، وبقينا اصلا نطلع عشان 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 نتعادل. يعني كسبنا، يعني خسرنا اجوان ثاني زياده الحمد لله. اول شيء الحمد لله على الفوز هذا، يعني بعد خساره الشوط الاول رجعنا بتقدم 5 أهداف الشوط الثاني، فالحمد لله توفيق من الله. اكيد انا انتمائي ولائي حاليا لنادي الشباب والجمهور الشباب واداره الشباب. صحيح نادي الوحده نادي سابق على عيني وراسي، احترمه واقدر نادي الوحده، لكن برضه لازم احتفل عشان زملاء اللاعبين يحسون اني احتفل بالجول اللي اجيبه. بس اليوم مختلف الاحتفاليه عن المباراه السابقه. والله الحمد لله، يعني ممكن تعرف كنا متاخرين وتقدمنا، يعني فتعرف لها طابع خاص. اهني كل شبابي بهذا الفوز وان شاء الله نواصل. الطريق طويل والدوري يحتاج نفس طويل ويحتاج متابعه ومواصله. دائما الفريق الثقيل هو الفريق اللي يقلب نتائج المباراه. ما كنا حقيقة الشوط الأول ما أدينا أداء جيد، وكان عندنا مساحات كبيرة بالخلف، وكنا وضع ما كان هو الوضع المأمول والوضع اللي رتب له المدرب، لكن الحمد لله استطاع بتغييرات التكتيك وغير التكتيك الشوط الثاني وغير مراكز اللعيبة، واستطاع أنه يقلب نتيجة المباراة بشكل أعتقد أنه يدل أن الفريق معد إعداد جيد، ويدل أن الفريق إن شاء الله بكل ثقة سيمشي بما خطط له. احنا كل اللي نخافه ان شاء يعني كل اللي نخافه انه يعني يجيك يوم دروب او يجيك يوم ما تكون في يومك وما يوفق اللعيبه، لكن احيانا يعني يكون يساندك الحظ، واحيانا مستواك والشغل الفني يكون ظاهر. اليوم الشوط الثاني ساندنا الحظ واشتغلوا شغل رائع ووفقوا وسجلوا 5 أهداف في شوط واحد. سامي، الشباب يواصل الحضور يسجل الأرقام، يعني ربما هو الشبابين يعتبون على الإعلام أحيانا، يقول لو في فريق آخر هو اللي حقق هالرقم كان ممكن وجدت له احتفالات بشكل آخر، لكن إجمالا الفريق يفرض نفسه بصراحة. يعني الإعلام أحيانا لا يحتاج الفريق الجيد إلى إعلام يعني حتى يسانده إذا كان جيدا. والله دائما لا يصح إلا الصحيح، هو الجيد دائما يفرض نفسه، لكن مشكلة الشباب يعني انه ما في ذاك العمق الاعلامي نسوة مثلا يعني بأندية مثل الهلال، النصر، الاتحاد والاهلي، هذه حقيقة لا يجب انه يعني، ولكن في الآونة الأخيرة في الموسمين الماضيين يعني او الثلاثة الأخيرة بدأ يتنامى الحضور الجماهيري للشباب ونلمسه في يعني المدرجات خصوصا في الأحساء او في الرياض، لكن الشباب الآن قاعد يحصد نتاج عمل إداري وفني واستقرار إداري وفني يحصدوا من خلال جولات متعددة. أولا الإعداد كان متميز جدا، التعاقدات الأجنبية، الاستقرار التدريبي، تدعيم الجهاز الفني بكوادر فنية من اختيار المدرب، وفر أيضا مساحة كبيرة من الانسجام، تدعيم الفريق بعدد من اللاعبين المحليين أيضا. الآن أصبح الفريق يتوفر له، أو المدرب إمبرودومي تتوفر له خيارات متعددة. نعم. يعني مثل تيغالي يلعب الآن برأسي حربة، الموسم الماضي لم يكن يلعب إلا برأس حربة واحد، بالإضافة إلى مختار أصبح الآن مختار على دكة الاحتياط. الفريق الشباب يمكن قلتها بعد في مباراة الأهلي، أثناء مباراة الأهلي بعد أن تسجل الهدف الثاني في وقت قياسي بعد تعادل الأهلي، قلت فريق كبير، الفرق الكبيرة هي التي تعيد توازنها أو تعود إلى المباراة. يعني اليوم لاحظنا شوط أول كامل يتقدم في الوحدة وخارج القواعد بالنسبة للشباب، يقلب المباراة بتغيير تكتيك مثل ما أكد رئيس النادي الناجح والمتميز خالد البلطان، المدرب غير التكتيك. نعم. وغير مراكز لاعبين وأيضا روح اللاعبين وإصرارهم وقتاليتهم وعودتهم، هنا الفارق، اللاعب هو اللي يصنع الفارق. صحيح. وهذا ما تعني بعض الفرق أيضا الأخرى المنافسة للشباب. نعم. يعني حضور متميز، لاعبين لهم ثقلهم وتأثيرهم، أوكي، ولكن تبقى المشكلة
الأساسية واللي بداية الموسم لاحظناها الخط الدفاعي في الشباب، يمكن لاحظنا المساحات اللي تحدث عنها رئيس النادي في الشوط الأول واضحة، جاء منها الهدف الأول، لاحظناها في مباراة أيضا الأهلي. نعم. مشكلة الشباب أتصور في خط دفاعه. بالنسبة للأرقام الشباب يعني يحافظ على تميزه بالأرقام، أيضا اليوم في رقمين جديدين، يمكن للشمراني سأل الهدف رقم 7 في مرمى الوحدة في مواجهات الفريقين، يعادل أعتقد في رقم فهد المهلل. الجبروفي سجل رقم 100 في الوحدة، في يعني على رقم 100 في لقاءات الفريقين، هذه معلومات من الزميل العزيز سلمان العنقري. نعم. إحصائي متميز جدا. فيعني اليوم الشباب حط أرقام كثيرة، ولكن صحيح. الأهم اللي أكد لنا الشباب اليوم أنه فريق كبير ثقل نوعي، استقرار تدريبي وإداري، هو حصاد الآن قاعد يمارس الشباب. يعني محمد، الشباب قل ما تجد لديه قرارات خاطئة سواء على المستوى الإداري أو الفني، والنتيجة يحصدها. طبعا من المبكر نتحدث عن تفوق في الدوري لأننا لسه احنا في الجولة الرابعة، ولكن إجمالا واضح أن الفريق يعني ثقيل من السنة الماضية. هو نتاج عمل منظم، يعني بدأ مش من الموسم هذا، الموسم اللي قبله ظهر يعني نتائجه الآن والموسم الماضي. حقيقة يعني الاختيارات دائما واضح أن في رؤية فنية يعني مشتركة بين الجهاز الإداري والفني في اختيارات سواء اللاعبين. يعني الآن برودوم يعني هو أصبح المسؤول الأول بشكل كامل على الفريق، وهذه ميزة تسجل للإدارة الشبابية بدون أي تدخل منها. نعم. أعطت صلاحية كاملة للمدرب في اختياراته ولاعبيه. لكن أنا ودي إذا سمحت لي عادل نتحدث عن الوحدة، الفريق الخاسر. صحيح. اليوم صحيح، نتكلم عن الوحدة. نعم. يعني الوحدة اليوم مع احترامي قدم مستوى الشوط الأول، لكن نتكلم عن الوحدة كفريق استعد هذا الموسم استعداد يمكن ضعيف، مش بالصورة اللي كنا نتوقعها. يعني في نادي يرأسه قامة مثل الأستاذ علي داود، كنت أتوقع أن يكون الاهتمام أكبر بهذا الفريق، خاصة أنه خرج من أو صعد إلى الدرجة الممتازة، يفترض أن يكون استعداد أكبر. أنت لو لاحظت الفريق ما يلعب إلا بلاعبين أجانب في هذا الموسم، وهذه إشكالية يعني تسجل على الإدارة الوحداوية. حتى لو كان العوائق المالية، أنا ما أتوقع الوحدة برجالاتها واسمها الكبير وأعضاء شرفها يعني أنها عاجزة عن ضخ مئات من الآلاف لتسجيل لاعبين. لو لاحظنا الشعلة، الفريق الصاعد الآخر استطاع أن يسجل 4 لاعبين، لاعب حسن الطير هو الآن هداف الدوري، وسجل قرابة 10 لاعبين محليين للاستعداد لهذا الموسم. الوحدة بالمقابل لم يسجل عدد من اللاعبين، بل العكس، اتجه سلمان الصبياني للاتحاد، إبراهيم الزبيدي كركائز أساسية للنصر. إذن فريق الوحدة يعاني من خلل فني، وللأسف أن هناك أصوات بدأت تتعالى على المدرب بشير عبد الصمد، اللي أرى أن استمراريته مطلب ملح، لكن لم تتوافر له إمكانيات يفترض أن تكون هي من أساسيات العمل الإداري حتى ينتج إنتاج إيجابي الفريق.